مساء الخير وأهلا بحضراتكم. كلنا تابعنا قصتها، أثرت فينا، شفناها وسمعنا استغاثتها وهي بتقول الحقني يا ولدي، سيدة القطار أو السيدة سمرة الراوي اللي تصدرت قصتها السوشيال ميديا شهر مارس اللي فات بعد حادث قطار سوهاج، وده بسبب قصتها المأساوية الموجعة. بعد ما طردها ابنها من بيتها، السيدة سمرة كانت جاية بالقطار من محافظة سوهاج ومتجهة لمنطقة السيدة زينب علشان تقعد في الضريح، علشان ملهاش بيت ولا مكان تقعد فيه. وسبحان الله، بعد حادثة القطار كان ليها عمر وعاشت فترة داخل إحدى دور المسنين بعد ما رفضت ترجع تعيش في بيتها مع ابنها. القدر نجى ست سمرة الراوي من الحادث، لكنها توفت أمس متأثرة بفيروس كورونا داخل الدار. ربنا يرحمها ويسكنها الجنة بحق كل صعاب اللي شافتها في حياتها. خلونا نسترجع مع حضراتكم تاني من خلال الفيديو اللي صورته اليوم السابع مع السيدة سمرة، ونسمع قصتها المأساوية وآخر كلام ليها. أهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون السابع من هنا من داخل مستشفى طهطا العام، ومعنا أشهر ستة أصبحت على السوشيال ميديا في حادث قطار سوهاج، وهي الحاجة سمرة. الحاجة سمرة خرجت من بلدها في محافظة قنا بسبب مشاكل عائلية، فاستجارت بربنا سبحانه وتعالى وكانت مسافرة القاهرة عشان تستجير بأولياء الله الصالحين، فربنا نجاها الحمد لله من الموت. أتعرف بيكي حاجة؟ سمرة الراوي سالم ابراهيم. عامله ايه يا حاجه سمرة؟ الحمد لله. ممكن تقولي لي ايه القصه، حصلت ازاي، او ايه من اول الحكايه؟ لا من اول الحكايه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا كنت ولدي مهججني لي اسبوعين عند الحبايب، الناس يعني غريبه عطفت علي، قعدتني لما حكيت لهم ظروفي، بس راح بعد كده سمحت اني بيبيع في الحاجه بتاعتي، فرحت لما اكلمهم بقول له الحاجه دي طيب انت ما تجيبهاش، الحاجه دي اولى بها، فقال لو كلمت على الحاجه دي يا ولا فيها النار يا تسكت، زي شاشه زي بتداش ثلاجه حاجه، قلت له باي الحاجه خدهي وانا اخلف عليه بالحلف روح. حتى بعد ما شفت طلعت من عنده رحت المحطة، رحت المحطة ربنا رزقني، وقفت على الشباك رزقني واحد ابن حلال زي ما انت ابن حلال، معيش فلوس قطع لي التذكرة ما حجة. طب وكنت رايحة فين؟ كنت رايحة السيدة زينب وام هاشم. تعمل ايه هنا؟ اقعد فيه معيش سكن اقعد فيه، والله العظيم يعني انت طلعتي من بلدك بتستجير باولياء الله الصالحين. رحت اسم الله عليك وقفت على الرصيف ربع ساعة أو أقل من ربع ساعة وجا القطر، ركبنا ماشي بين القطر، جينا في المحطة دي راح القطر وقف سكسك هباب الورا، وبعد كده رجعت أنا هباب القدام راح واقف، ما فيش ربع ساعة أو أقل من ربع ساعة تربكت الدنيا علي وأنا قاعدة على الكرسي، جات الكراسي علي والحديد الظلام والقزاز، جاري واحد أقول يا رب، أنا وهو يا رب يا رب، في واحد معاه تليفون قال يا اولادي انقذونا، يا اولاد تعالوا الحقونا، يا اولاد الناس ماتت وروحنا ودعنا في داهيه، تليفون زي دي، وكنت انا جاره واقول يا رب يا رب. استجرت بربنا سبحانه وتعالى عشان كده نجاك. عزمه مزنوقه واقول يا رب يا رب، جي ربنا بعت لي ربنا واحد ابن حلال شاب طول بعض، يا حجه يا حجه ساعديني يا حجه، هات يديك هات يا فين ايديك يا حجه، هات يا هات يديك، قلت له ايدي ما قدرش اقوم، قال ساعديك عايز اطلعك بر الامان، انا اطلعك من ده اللي انت فيه، راح لفت لدي وراح سحبني بالعافيه الحديد والكراسي اللي جت علي، طلعني نجي حتى عندك زاز، شوف شو بلا اخذ راح نجي حتى قزاز يشيلني وشاني طلعني بر الامان، في ناس على الجسم تلقتني برضه طلعتني على الجسم. كنت حاسه ان ربنا معاكي قريب منك؟ قلبي عمران بالايمان، انا سمعت ربنا، راح طلعونا طبعا كل تراب مخضوضه جسمها منتفض وعينيها مكبوسه تراب، في جماعه جري اللي حادث هناك بيع خدوني صعبت عليهم،
واللي زقنا ميه واللي لبس شطف يعمل وفوقوني. وبعدها بعد كده حاجه جات الاسعاف جبتنا على هنا. ادي والله العظيم اللي حصل معايا بالمرد الله. طب انت ناويه تعملي ايه بعد ما تخرجي من هنا؟ ترجعي البلد تاني ولا تعملي ايه؟ خد لا ما انا مش هرجع البلد تاني. حتى لو جولك ولادك او ابنك جالك؟ لا مش هترجعي له تاني؟ لا ما رجعش تاني. طب مش سامحيه وممكن الامور؟ لا 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 اسلوبه هتبقى زي معاه من زمان اسلوبه دي وزادت اليومين دول معايا بلقطه. ما اقدرش ارجع له ما اقدرش. يعني هتكملي رحلتك للسيده وام هاشم وهتقعدي هناك؟ لا 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 لا. ولا هتعملي ايه؟ لا انا ولدي ده امبارح ما سابني شيء اتبناني هو وديتي قال لي يا عمي انت تروحي عندي ببيتي عزيزه مكرمه منا ما يجي وفقوا لي سكن ومكان اولاد الخير او فيه بس ده يعني لو ضفني مش هياخدني دي. تتمني بايه؟ تتمني ايه؟ اتمنى كل حاجه زينه والسفر والصحه واتمنى سكن يداريني ومعيشه اتعايش اكل واشرب كل حاجه. واتمنى منكم كل زين واديكم الصحه وخليكم الحمد لله على سلامتك والحمد لله ان ربنا نجاكي وطلعتي بخير وربنا يحافظ عليك ان شاء الله. الله يخليك يا ابو ان شاء الله يبارك لي في صحتك. ربنا يخليك ان شاء الله يخليكم كلكم لي. ربنا يخليك حاجه احنا كلنا ولادك وكلنا ولاد ولد حلال انتم. ربنا يخليك يا ان شاء الله يخليك يا امك في شر المرض يا رب. وانت طمنا بالسلامه كده ويخليك ربنا يخليك وطمنا بالسلامه طول عمرك وكتر رزقك يا رب. طمنا بالسلامه كده واحنا معاكي في كل حاجه يعني وربنا يديك الصحه ان شاء الله يسلم عمرك. ربنا يديك الصحه يا ستي ويديك كل خطوه سلامه. شكرا. اهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون السابع من هنا من داخل مستشفى طهطأ العام ومعانا اشهر ست اصبحت على السوشيال ميديا في حادث قطار سوهاج وهي الحاجه سمره. الحاجه سمره خرجت من بلدها في محافظه قنا بسبب مشاكل عائليه فاستجارت بربنا سبحانه وتعالى وكانت مسافره القاهره عشان تستجير باولياء الله الصالحين فربنا نجاها الحمد لله من الموت. هتعرف بيكي حاجه؟ سلم الراوي سالم ابراهيم. عامله ايه يا حاجه صبري؟ الحمد لله. ممكن تقولي لي ايه القصه حصلت ازاي او ايه من اول الحكايه؟ لا من اول الحكايه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا كنت ولدي مهججني لي اسبوعين عند الحبايب الناس يعني غريبه عطفت علي قعدتني لما حكيت لهم ظروفي بس راح بعد كده سمعت ان بيبيح في الحاجه بتاعتي فرحت اما اكلمه بقول له الحاجه دي طيب انت ما تجيبهاش الحاجه دي اولى بها فقال لو كلمت على الحاجه دي يا ولا فيها النار يا كسر زي شاشه زي بتداش ثلاجه حاجه قلت له قال الحاجه خدهي وانا اخلف عليه بالحاجه روح. حتى بعد ما شفت طلعت من عنده رحت المحطة رحت المحطة ربنا رزقني وقفت على الشباك رزقني واحد ابن حلال زي ما انت واد حلال معيش فلوس قضاء للتذكرة محجة. طب وكنت رايحة فين؟ كنت رايحة السيدة زينب وام هاشم. تعملي ايه هناك؟ اقعد فيه معيش سكن اقعد فيه والله العظيم. يعني انت طلعت من بلدك بتستجير باولياء الله الصالحين؟ رحت اسم الله عليك وقفت على الرصيف ربع ساعة أو أقل من ربع ساعة وجا القطر ركبت ركبنا ماشي بين القطر جينا في المحطة دي راح القطر وقف سكسك هبابة لورا وبعد كده رجع تاني هبابة لقدام راح واقف ما فيش ربع ساعة أو أقل من ربع ساعة تربكت الدنيا علي وأنا قاعدة على الكرسي جات الكراسي علي والحديد صلع والقزاز جاري واحد اقول يا رب انا وهو يا رب يا رب في واحد معاه تليفون قال يا اولاد انقذونا يا اولاد تعالوا الحقونا يا اولاد الناس ماتت وروحنا ودعنا في داهيه تليفون زي دي وكنت نجاره اقول يا رب يا رب استجرت بربنا سبحانه وتعالى عشان كده نجاك عزمه مزنوقه واقول يا رب يا رب جي إيه؟ ربنا بعت لي ربنا واحد ابن حلال شاب طول بعض يا حجة يا حجة ساعديني يا حجة هات يديك هات يا فين ايديك يا حجة هات يا هات يديك قلت له ايدي ما قدرش اقوم قال ساعديك عايز اطلعك بر الامان انا اطلعك من ده اللي انت فيه راح والله لفت ايدي
وراح سحبني بالعافيه الحديد والكراسي جت علي طلعني نجو حتى عند قزاز شوف شو بلا اخذ راح نجو حتى قزاز يشيلني وشالني طلعني بر الامان في ناس على الجسم تلقتني برضه طلعتني على الجسم كنت حاسه ان ربنا معاكي قريب منك قلبي عمان بالايمان انا سبحان ربنا راح طلعوني طبعا كل تراب مخدوده جسمها منكسر وعينيها مقبوسه تراب في جماعه جري الحادث هناك بيع خدوني سالت عليهم واللي زقني ميه واللي لبس شطفني عملني وفوقوني وبعدها بعد كده حاجه جات الاسعاف خدت جابتني على هنا ادي والله العظيم اللي حصل معايا بما يرضي الله طب انت ناويه تعملي ايه بعد ما تخرجي من هنا؟ ترجعي البلد تاني ولا تعملي ايه؟ خدي لا ما انا مش هرجع البلد تاني حتى لو جولك ولادك او ابنك جالك؟ لا مش هترجعي له تاني؟ لا ما ارجعش تاني طب مش سامحيه وممكن الامور لا 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 اسلوبه هتبقى زي معاه من زمان اسلوبه دي وزادت اليومين دول معايا بلقطه ما اقدرش ارجع له ما اقدرش يعني هتكملي رحلتك للسيدة وام هاشم وهتقعدي هناك؟ لا 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 ولا هتعملي ايه؟ لا انا ولدي دي من امبارح ما سابني شيء اتبناني هو ديتي يقول يا عمي انت تروحي عندي بيتي عززه مكرمه منه ما يجي وفقوا لي سكن ومكان اولاد الخير او فيه بس ده يعني لو ضفني مش هياخدني دي تتمني بايه؟ تتمني اتمنى كل حاجه زينه والصفر والصحه واتمنى سكن يداريني ومعيشه اتعايش اكل واشرب كل حاجه واتمنى منكم كل زين واديكم الصحه وخليكم الحمد لله على سلامتك والحمد لله ان ربنا نجاكي وطلعتي بخير وربنا يحافظ عليك ان شاء الله الله يخليك يا ام ان شاء الله يبارك لي في صحتك ربنا يخليك ان شاء الله يخليكم كلكم لي ربنا يخليكي حاجة احنا كلنا ولادك وكلنا ولادك ولد حلال انتم ربنا يخليك يا ان شاء الله يخليك يا امك في شر المرض يا رب وانت طمنا بالسلامة كده ويخليك ربنا يخليك وطمنا بالسلامة طول عمرك وكتر رزقك يا رب طمنا بالسلامة كده واحنا معاكي في كل حاجة يعني وربنا يديك الصحة ان شاء الله يسلم عمرك ربنا يديك الصحة يا ست ويديك كل خير وسلامة شكرا زي ما سمعنا وشفنا مع حضراتكم قصة السيدة سمرة ربنا يرحمها ويسكنها الجنة ويصبر أهلها. بشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.